لكنها تمشي. الحساسية المفقودة للاعب هذه كرة ملعوبة الآن مارتين يلعب جال مرمى خطيرة الله متعب آخر لحظة. شوف هذه عرضية، هذه كرة تلعب عرضية لكن العيارة ذات الدفع السداسي من جدة أن يظهر، لكن الآن ظهور لعناب ستير في انفراد خاص، انفراد جول 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 جول. كيف يتحسر على هذه الكرة؟ من اللي ضيعها؟ باردال شوف 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 انفراد تام أضاع البرازيلي باردال من كرة ثابتة. الآن فهد الصقري يلعب الكرة الآن جميلة خطيرة عفوا يسجل هذه سجل حضوره في هذه الكرة. بالبو الآن مع مقربة من نصف ساعة، بالبو يلعب الكرة عالية رأسية تأتي متابعة بالجال مرمى خطيرة عبدالله محمد. الكرة لازالت الآن حمزي يلعب الكرة عالية. أنا تعودنا على جمهور الاتحاد ما يقلد أندية أخرى في يده في عام 92 وجاب كأس رومانيا. هذه كرة ملعوبة الآن تأتي لنا صقري محاولة وسيطرة عساف القرني مستحوذ الفيصلي حتى الآن تفوق فيصلاوي. الفيصلي هو اللي تفوز في مركز الظهير الأيمن تنافس شرس جدا بين اللاعبين. هذه كرة ملعوبة الآن عبد الفتاح راح أقول لكم ليش. هذه كرة ملعوبة الآن الخراعي يلعب كرة عرضية بالجال مرمى خطيرة عاد هذا اللي يقنص الفنزويلا الآن أبيل كامارا يمر لاعب الغيني يلعب الكرة الآن أبيل كامارا لعبها قوية الله على السلامة في الاتحاد على فكرة. شوف الكرة الماضية والتسديدة على فكرة أرضية هذا الملعب 3-0. هذه كرة ملعوبة بالجال مرمى خطيرة من لقاءات الفريقين آخر مباراتين في أرضية هذا الملعب في المجمع غير الأربعة كله. ريفاس يتقدم في هذه الكرة يلعب الكرة لي عبد الفتاح مونتاري يلعب الكرة لريفاس يلعب الكرة ريفاس سهلة. النادي فنزويلي زي نسخة طبق الأصل. يقطع الكرة الآن الصقري فهد يلعب الكرة تعثر لكن الكرة موجودة بكامارا باردال تقدم أدريانو في مكان جيد أدريانو في رد آخر لعبها ومرة ثانية عساف الكرة اللي كانت سهلة في الشوط الأول. شوف أدريانو باردال عادل على المحاولة. نحن الآن على مقربة من نصف ساعة الأخيرة يعني ماذا لدى الفريقين اللي قدموه أكثر. يجب أن يظهر الآن ريفاس في هذه الكرة أدريانو باردال. فيصلي عاشر من ناحية جودة التمريرات مرر 4615 والآن هذه كرة من كامارا لعبها مية. هذه معلومة ممكن موجودة لدى تشوبوتاريو المدرب وهذه محاولة الماضية من كامارا الإنجليزي في موسم 12-13. هذه كرة ملعوبة الآن تأتي رأسية بالجال مرمى الله أدريانو باردال شوف بالبوا لعبت الكرة الرأسية السنة تلعب الكرة الآن ملعب راسية ريفاس يلعب الكرة هذه مرور جميل جول 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 ما تمشي هذه النتيجة. الجمهور يتفاعل شوف ريفاس يصنع ريفاس ولاعب بروح عالية عبد الفتاح. الاختلاف فيها راح يكون هل اليد تحركت باتجاه الدافع الآن بركلة الجزاء ريفاس اجلد يا ريفاس مهارية وهوب مع هيار 2-2 في لحظات أخيرة يعي ذلك لاعبي الاتحاد ويبون الثالث انفراد مختار ريفوس جول. هذا اللي عاد معك مختار طول فيها لكن سدد ومنصور نجع الهداف شوف راوغ وحاول بالبوا يمر بالبوا يلعب الكرة بالبوا خطيرة بالبوا فهد منيف جتا مقشرة لكن